من اسماء الله الحسنى الشكور ورد في القران اربع مرات ورد ايضا بصيغه اخرى وهي شاكر كما في قوله تعالى في سوره البقره فان الله شاكر عليم ما الفرق بين الكلمتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى والسلام. اله وصحبه وبعد فاعتقد انه سبق لنا ان قلنا ان صيغه فاعل هي صيغه اسم الفاعل ومعنى اسم فاعل يعني فيها مثلا كلمه شاكر او كلمه غافر غافر اسم فاعل بمعنى ان فيها اسم وفيها فعل وهذه الصيغه تقول ان هذا الاسم فعل هذا الفعل آه. ذات ذات وفعل ذات وفعل يعني ذات فعلت هذا الفعل ده كل ما تفصح عنه صيغة فاعل وتسمى باسم الفاعل يعني لا تقدر تقول عليها اسم لوحدها لأن عندنا اسم وفعل وحرف لكن في حاجة اسمها اسم فاعل واسم مفعول اسم الفاعل ده هو يعني ذات فعلت الفعل آه ف لكن الاثنين في صيغة واحده وده غير الفاعل اللي معلش مش عايز اخلي الحصه انا نحو بالعكس بما فهم اللغه العربيه مهمه آه مهم جدا نعم. ودي حاجه بسيطه ممكن تفهم يعني مش معقده الهدف هو فهم معاني وعي. هذا وعيه لان هذا الكتاب هو الذي يعني دفع المسلمين دفعا الى وشجعهم الى ان ينيروا الغرب في ايام يعني في عهد الظلمات وينير الشرق ايضا وفي ثمانين سنه 80 سنه كان المسلمون في الاندلس وفي الصين وكان اهل الاندلس يستقبلون المسلمين استقبال الفاتح لان وجدوا فيهم كما نقول طوق نجاه في كل الامور فبعثوا هناك الحضاره وبعثوا كذا وكذا, وكذا وكذا والان احنا ننظر القران للاسف الشديد حتى أبنائنا حتى الناس اللي هم يعني النخب وكذا وكذا لا ينظرون إلى القرآن النظرة التي يستحقها القرآن ويجب على المسلمين أن ينظروا إليه هو منهج حياة ومنهج حياة طبعا منهج حياة مش مجرد كلمات تحفظ وأشوف كما قال الحديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في وصف وصفه أو أوصاف كثيرة ف. من ضمن أوصاف من تركه من جبار قصبة وإحنا اللي عايشين فيه ده يعني ولا طبعا في الفم ماء كثير ولا إنما أنا أعرف سببه إيه سببه أنك أنت عندك الدواء الذي تستهين به وهو الدواء الوحيد في العلة الموجودة الآن نعود إلى ال إلى الـ إلى الفاعل شاكر قلنا شاكر آه. شاكر تدل على أنه يشكر أو أن الله أسند إليه الشكر لكن لما قلنا شكور هنا بقى تدل على أن هذه الصفة ليست صفة تحدث مرة ويكفي إنما تحدث مراراً آه. تحدث مراراً تفيد الكثرة تفيد الكثرة آه. تفيد الكثرة وحتى وردت في حديث ب... ب... بشكار بس بالنسبة للعبد. اجعلني لك ذكارا لك شكارا من ادعيته صلى الله عليه وسلم. فاذا هنا ورد في في حديث ابي هريره بصيغه الشكور واجمعت عليه الامه. فاذا ورد يعني بصيغتين، صيغه شاكر ليثبت لله سبحانه وتعالى صفه هي انه يشكر عباده. وأيضا وردت بصيغة شكور ليفيدنا أن هذا الشكر الذي ثبت له في الصفة السابقة ليس يعني وصفا قاصرا على مرة واحدة أو مرتين وإنما هو كثير وطبعا يفهم من كده يفهم من من آيات أخرى أنه أيضا مستمر وباقي مش عايز في التأمل هنا يا مولانا لكن لماذا لم ترد صفة شكار في القرآن على ربنا سبحانه وتعالى على اعتبار أنه شكار فيها الديمومة تفيد الاستمرار قد تفيدها أيضا شكور يعني ليس بلازم أن يكون شكار بمعنى دائم ولكن تفيدنا الشكور لأن برضو يعني الشكر ليس كالغفور الغفور شغال مع الناس كلها حتى آه. العصاه محتاجينه طول الوقت انا اه يعني محتاجينه ويتعامل مع يعني كل الفئات مع كل الفئات ومع معصيه دائمه يعني ما فيش هيجي وقت الانسان يبقى ملك لكن هنا ده مرتبط بمن يشكر ومعلوم ان من لا يشكر موجود طب هنا بقى من يشكر ربنا سبحانه وتعالى بيشكر مين من عباده آه. وبيشكرهم ازاي الشكر اللي هنا يعني اللي نقول مأخوذ اللغة مأخوذ من ايه؟ الشكور مأخوذ من يعني في اللغة يرجع إلى يعني حينما تذكر صفات الممدوح واحد مثلا تذكر صفاته أنه هو مثلا إنسان مهذب مؤدب عالم كذا 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 الصفات دي اذا كانت يعني صفات ذاتيه تسميه ثناء ثناء اه هنا ذكره بالذكر صفاته هذا ثناء لكن حينما تذكر له افعاله انه مثلا يطعم المساكين وان هذا الذكر شكر فالشكر نستطيع ان نقول انه يعني ذكر الصفات الجميلة أو الصفات الحسنة في في المذكور اه نثني آه، عليه نثني عليه، لا الثناء هو بقى ذكر الصفات الذاتية فيه اه فإذا كان إذا كنت تذكر صفاته الذاتية فهذا ثناء إذا كنت تذكر صفاته الفعلية فهذا شكر فواذا يعني الشكر إذا شكر الله عباده هكذا فهو من صفات الذات. اما اذا شكر شكرهم باعتبار افعالهم وما يقومون به من خير وتراحم والى اخر الصفات الحميده فهذا شكر من الله سبحانه وتعالى لعباد كما نقول في مناسبات العزاء شكر الله سعيكم. بالضبط، نعم، شكر الله سعيكم شكر... هنا شكر نعم. الله فعلكم. فعلكم خضوات، سعي خضوات. آه. نعم. ف... هذا هو المقصود من شكر الله سبحانه وتعالى لعباده